الجزئية اللي بعد كده ان احنا بنكمل الفور اتش بحيث ان احنا نفوت على كل عنصر من لستة الديليت ونشيل العنصر ده من الكانفاس نفسه. يمكن الحركة دي يعني طريقتنا ان احنا نعمل فور اتش زيادة بره الفور اتش الاولانية لظروف طريقة تخزين التشيلدر نفسها جوه الكانفاس، لكن المبدأ نفسه بسيط ان انت الحروف اللي ما عادش ليها وجود ما عادتش هتظهر في الشاشة شيلها من المنيو. الدالة الأخيرة وفيها شغل شوية، دي الدالة بتتعامل مع الحروف مع الكي داون. كان زمان في الايفنت كي داون في الويندوز ابلكيشن في جوه المتغير اي في دالة اسمها كاركتر او كي كاركتر، تقدر تقول عليها بروبرتي اكتر من كونها دالة. كانت بتجيب لي الحرف اللي انا بضغط عليه من الكيبورد، يعني اذا ضغطت حرف الاي والبي والسي وهكذا فهتقول لي الحرف اللي انت ضغطته ايه. المشكلة الدالة دي مش موجودة في الدبليو بي اف، وانا محتاجها هنا علشان اعرف انا ضغطت انهي كاركتر من الكيبورد واشيل اللي قصاده من على الكنفس. فجت عندنا مشكلة صغيرة ان الاي دوت كي نوعها مش كاركتر، لما تقف عليها كده هتلاقي نوعها انمريشن اسمه كي متعرف فيه الاي والبي والزد وهكذا كل الحروف الابجدية اللي عندنا يا شباب، والحروف والزراير اللي ما هيش حروف ابجديه الكنترول الالت والشيفت وهكذا. فقال لك ازاي نحول الكي انمريشن لكاركتر. اي انمريشن هو في النهايه انتجر، وبرده كاركتر هو انتجر، فكان الطبيعي ان انا اقول له مثلا ايه كاركتر تيست مثلا بيساوي كاركتر اي دوت كي. ونظريا صح، يعني نظريا لما بتاخد الكي ده تحوله لكاركتر، وانت بتاخد الانتجر اللي فيه وتحوله للانتجر المناظر لاقرب حرف موجود في الاسكي، جدول الاسكي اللي كنا خدناه زمان ان هو جدول بالارقام الحروف وكل حرف مناظر لكل رقم في الاسكي. لكن المشكله التانية ان الرينج بتاع الكي مختلف عن الرينج بتاع الاسكي. نمثل الموضوع ده ازاي؟ اولا الكود السطر اللي احنا كتبناه ده مش هيشتغل كويس لان حرف الاي كابيتال في الكي في الاي دوت كي مختلف عن تمثيله في الاسكي. فشلنا السطر ده ورجعنا نبص على الرسم دي. انا هفترض ان في عندي خط اعداد، خط الاعداد ده فيه الارقام المناظره للحروف الابجديه عندي بدءا مثلا من هنا، هفترض القيمه دي ايا كان القيمه 100 200 ايا كان، والحروف اللي بعدها بي وسي ودي وهكذا مكمله لحد ما الحرف اللي انا ضغطته الاقيه في خط الاعداد. الحرف الاي كابيتال في خط في الاي دوت كي مختلف عن مكانه في الاسكي، يعني مثلا اذا كانت دي 200 يبقى في الاي دوت اسكي مثلا في الاسكي هلاقيها 65. فازاي احول من هنا لهنا؟ في كذا طريقة. يمكن ابسط طريقة ان انت تاخد الفرق ما بين الحرف اللي انت ضغطته وما بين الاي من وجهة نظر الكي انمريشن، هتطلع فرق ديفرنس. انت تعرف الاي كابيتال في الاسكي كام، او هنقدر نعرف ان هو كام، هاخد الديفرنس اللي انا حسبته من فوق واجمعه على مكان الاي كابيتال تحت. طيب ناخد مثال، افرض ان انا ضغطت حرف البي، يعني كان البريست كاركتر ده هو البي، يبقى فرق البي عن مكان الاي خانة واحدة. طيب الخانة الواحدة دي لما اجمعها على الاي كابيتال في الاسكي تطلع لي بي برضو، بس فرق الارقام هنا فرق البدايات هنا مش هيعمل لي مشكلة اوي في الحالة دي. الكلام ده بيستفيد من نقطة ان كل الحروف الابجدية ورا بعض في الكي انمريشن وكلها برضو ورا بعض في الاسكي العادي. المعادلة دي بقى بتعمل الكلام ده، باخد قيمة الاسكي او الديفرنس المناظرة ما بين الحرف اللي انا ضغطته وحرف الاي كابيتال، وبعدين الديفرنس ده اذا انت هتجمع عليه تمثيل حرف الاي سمول في الاسكي يبقى هو ده الاسكي الجديد بتاعك، يبقى تاخد الاسكي الجديد ده ويبقى هو تسميه اي حرف وليكن تمب او سي او ايا كان. فالسطرين دول بس خلاصتهم ان هما بيعملوا بيحولوا التدريج الحروف من وجهة نظر الكيبورد لتدريج تاني اللي هو من وجهة نظر الاسكي.
طيب بعد ما السطرين دول خلصوا بقى معايا دلوقتي حرف تاني. الحرف التاني ده مفروض قصاده في حرف موجود على الكانفاس يا اما مفيش حرف موجود على الكانفاس. اذا لقيت حرف على الكانفاس زي الحرف اللي انا ضغطته المفروض اشيله زي ما انا شيلت الحرف اللي كان موجود فوق من شوية لما كان خرج بره الشاشة. برضو عملنا array اسمها to delete. الاري دي امتى همسح فيها، امتى هضيف عليها عناصر تتمسح؟ لما يبقى الحرف اللي موجود في التكست بلوك اللي اسمه تي يساوي الكاركتر اللي انا ضغطته من الكيبورد اللي هو اسمه سي اللي احنا خدناه بالمعادلتين اللي احنا سبناهم فوق. وفي الحالة دي يبقى هزود السكور ويننج وهعرض السكور الجديد وهمسح الليبل بعد ما زودت السكور بتاعه.